في جميع انحاء العالم راجل او ست تلاقيهم دايما مهتمين بالاكسسوارات اللي هم بيلبسوها، اذا كان خاتم، اذا كان حلقه، اذا كان سلسله. طبعا انا بتكلم على يعني رجاله وستات، بس الرجاله طبعا بيبقى اكتر، انك انت بيبقى لابس خاتم في ايديه، ولكن جوه بقى الاكسسوارز دي اللي هو لابسها او اللي هي لابساها بيبقى فيه حجر معين بيحبه او لون حجر معين. في ناس فاهمه الموضوع بشكل عام بان هو الحجر ده لونه حلو لايق معايا، وفي ناس تانية بقى بتفهم في هذا الموضوع بشكل مختلف شويه، ان طاقه، ان كل انسان في حواليه طاقه، هاله حواليه بتبقى مشبعه بالحاله النفسيه اللي هو موجود فيها. كثير من العلماء، كثير من الآراء بيقولوا إنه الأحجار نفسها بتأثر في طاقة الإنسان وممكن تساعده أو ما تساعدوش. بشكل عام حوالين هذا الموضوع والأحجار الكريمة معايا ضيفي الأستاذ محمد إسماعيل حسين، معالج بالطاقة والأحجار الكريمة. صباح الخير يا محمد. صباح النور. أهلا، إزيك يا أستاذ؟ تمام الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. محمد، مبدئيا كده عرفني بيك، أنت عارف إنك أنت طالب أساسا صح؟ أنا طالب في هندسة عين شمس، آخر سنة بكالوريوس. أيوه. ومعالج بالطاقة والأحجار الكريمة، بحب المجال ده يعني بقالي فترة. فبقرأ فيه وباخد كورسات وكده، وابتديت بقالي أكتر من 3 سنين دلوقتي بشتغل فيه. حلوة محمد، أنت بتقولي إنه الموضوع الطاقة ده والأحجار ده موجود في حتة في كل حتة في العالم، أو العلم ده موجود في كل حتة. مزبوط. في العالم صح؟ مظبوط. وبناء عليه ابتديت تدرسه. فهمني بقى، هل المعلومه اللي انا قلتها، اصل انا عارف ان في كل واحد حواليه طاقه، اوكي، كل انسان في الدنيا حواليه طاقه، الحجر ده ممكن ياثر في طاقه الانسان بالسالب او الايجاب؟ تمام مظبوط. هو اصلا الهاله دي ناتج عن حاجه اسمها الشاكرات او مراكز الطاقه، هم 7 مراكز اساسيه في الجسم. كويس. كل مركز فيهم بيعمل هاله حواليه، في الاخر بينتجوا الهاله النهائيه اللي حوالين جسم الانسان، دول بالالوان السبعه اللي هم 7 الوان الطيف. الاحجار دي بقى حسب الالوان بتاعتهم بتأثر على كل لون من اللون اللي موجودين في الشاكرات بتاع جسم الانسان. تمام. فبالتالي بتأثر على الهاله بتاعته. انت بتبتدي بقى تغير الترددات بتاعه الحجر، التردد بتاع الانسان، فيبتدي يتغير مثلا حالته المزاجيه، حالته النفسيه، تبتدي تأثر على حاجات عضويه جوه جسمه، تساعده في ان هو يخف من بعض الامراض النفسيه والعضويه طبعا. طب انا هستغلك بقى محمد على الهوا كده، انا عندي هنا كسر في ايديا يا ريس، قول لي بقى، هل في احجار معينه ممكن تعالج او تساعد على علاج العض؟ تمام. حجر اسمه الفلورايت. اسمه ايه؟ فلورايت. فلورايت؟ غير فلورايت بتاع الاسنان. ده بيتلبس، ممكن تلبسه كدلايه كده، وبيساعد في ان هو شفاء العظم، بس مثلا بدل ما يشفى بعد 30 يوم مثلا يشفى بعد 25 يوم 20 يوم مثلا يعني. وتختلف التاثير ده من شخص للتاني. تمام. في ناس بتتاثر بسرعه بالاحجار، في ناس بتتاثر ابطا. طب خلينا نرجع لورا بقى تاني. اكيد في 500 مليون نوع حجر في العالم صح؟ مظبوط. كده، وكل حجر بتقول لي ليه استخدام معين او ليه اهميه معينه صح كده؟ مظبوط. اهمهم بقى ايه؟ اهم الاحجار المنتشره حتى ان شاء الله حتى في العالم العربي. هو مفيش، ما نقدرش نقول اهم حجر او نقدر نصنفه مثلا حسب سعره او بلده او اي حاجه، هو حسب كل شخص محتاج ايه. يعني الاحجار في منها من اول جرام بجنيه لغايه الجرام بمليون جنيه واعلى كمان. جرام بمليون يعني في حاجات باغلى من الالماس. يا خبر ابيض. في اغلى من كده كمان. حاجات نادره جدا. كويس. لا تقدر بثمن. حضرتك على الشاشه دلوقتي سياده المخرجه دينا حاطه لي حجر كده، بص عليه كده، ده ايه ده؟ ده حاجه اسمها كريستال جريد، دي بتبقى احجار بتتحط جنب بعض بتاثر في طاقه المكان. ده غير الاحجار اللي بتتلبس. لو انا عايز اظبط طاقه المكان بعمل حاجه اسمها كريستال جريد، بظبطهم في شبكه بحيث اظبط طاقه المكان، والشبكه ليها اشكال كتير يعني. وعلى حسب المكان وشكله وحجمه ممكن ابتدي اعمل ميكس أو خليط من الاحجار عشان. طب وده محتاج حد خبير طبعا زيك. صح كده؟ لان كل حجر ليه هاله بتبقى حسب حجمه، يعني مثلا الهاله دي ممكن تبقى حواليه قد كده مثلا، فلكن لو حطيناه في كريستال جريد دي احجار جنب بعض ممكن تأثر في حجم أكبر، يعني تأثر مثلا على أوضة، تأثر على شقة وهكذا. نعلم أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير من الأنبياء عليهم السلام طبعا كانوا بيلبسوا أو بيستخدموا أحجار بشكل عام. لو احنا رجعنا أكتر لقبل الميلاد أيام الفراعنة، وبنلاقي دايما الإكسسوارات فيها أحجار برضو،
هل الفراعنه من ايام زمان عارفين اهميه الاحجار دي؟ عارفين طبعا، دول اوائل الناس اللي استخدموا الكلام ده، استخدموا حجر الفيروز والمرجان واللابس لازولي، دول كانوا اكثر حاجات بيستخدموها. يعني كانوا مثلا بيستخدموا الفيروز عشان الواحد وهو في الحرب يبقى عنده شجاعه، المقاتل يبقى عنده شجاعه، عنده قوه وعنده ثقه. كانوا بيستخدموها الملوك عشان يبقى عنده لباقه في الكلام، الفيروز بالذات. كانوا بيستخدموا الثلاث احجار دي في كل حاجه تقريبا، موجوده في كل المقابر في كل حته. يعني حتى الحاجات اللي آلاف السنين دي ما كانوش بيستخدموها كده وخلاص للزينه، لا، لا كان ليها هدف. كان ليها هدف. طيب احنا عندنا على الشاشه مجموعه احجار برضو، ايه الدوشه دي؟ مين دول؟ دي احجار عندي انواع مختلفه من الاحجار. في حاجات في دلايات وحاجات سايبه، الحاجات السايبه دي بعملها في اساور. كويس. او ممكن هتتعمل مثلا حاجات تتلبس سلاسل وكده. محمد انا ممكن اجي عندك اي نعم انت طالب في هندسه وكده، بس انا انت بتعالج معالجه بالطاقه والاحجار الكريمه، يعني انا ممكن اقول لك انا عندي مشكله مثلا ان انا بتنرفز، واجي لعندك تقول لي انا هبيع لك الحجر ده، هو ده الحجر ده اللي هيقلل مثلا؟ تمام، مظبوط. الناس بتجي لي تكلمني تسالني مثلا انا عايز حجر لكذا. طيب معلش حضراتكم انا اسف، في عطل فني كده في المايكات، هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع مع محمد. اسفين للعطل الفني الخاص بالصوت، رجعنا مع الاستاذ محمد اسماعيل حسين معالج بالطاقه والاحجار الكريمه. محمد احنا بعد اذنك عرفت انك انت عامل مدونه. تمام. المدونه دي عباره عن ايه او اسمها ايه الاول؟ اسمها ميتافيزيكال اريبيا، ما وراء الماده. ميتافيزيكال اريبيا، ما وراء الماده. حلو، عباره عن ايه بقى المدونه دي؟ عباره عن انا لما عرفت علم الطاقه لقيت ما فيش حد بيتكلم عليه في المحتوى العربي بشكل كافي، او بيتكلموا مش بيقولوا كل حاجه. الاجانب لقيتهم بيقولوا كل حاجه باستفاضه، يعني في كل موضوع بيكتبوا كتب وبيكتبوا وبيقولوا معلومات كتير في فيديوهات على النت وكده. فابتديت ابحث في الموضوع ده وقريت في المحتوى الاجنبي، ما جيتش جنب المحتوى العربي خالص، ما فيهوش محتوى تقريبا. فقريت كتير جدا في المحتوى الاجنبي، حبيت بقى احط الكلام ده على المحتوى العربي بحيث الناس العربي يستفادوا. لان فعلا ما كانش في محتوى كافي لعلم الطاقه. ميتا فيزيكال اريبيا. تمام. طيب انا لو دخلت على المدونه دي انت هتكلمني وهنبقى في تبادل في السؤال والاجابه؟ لا، المدونه دي فيها مواضيع ارتكلز كل حاجه تقريبا في علم الطاقه. كويس. عندنا بقى غير المدونه دي هخش مثلا اعرف انواع الاحجار ايه فايدتها كده، صح ولا غلط؟ تمام. غير الاحجار اصلا موضوع علم الطاقه عامه بتكلم فيه بشكل عام في المدونه، يعني مش الاحجار بس، الاحجار دي جزء صغير من اهتمامنا. طيب محمد انت جايب لنا وحطيت لنا على الترابيزه كام حجر كده، ممكن تعرفنا بالانواع الاحجار اللي قدامنا دي؟ تمام. مبدئيا اول واحد ده لونه بنفسجي، ده اسمه امسكه كده وخلي اسمه اماتيست، بس يا ريت نثبت ايدينا عشان لو في كاميرا ممكن تاخد كلوز اب. اسمه اماتيست، ده من اشهر الاحجار تقريبا، حلو جدا للراحه النفسيه والسلام الداخلي. كمان بيعالج مشاكل مثلا في الجلد او حب الشباب، وبيقلل ضغط الدم، الناس اللي عندهم ضغط دم عالي ممكن يستعملوه، كويس جدا. بس ده بالنسبه للاماتيست. طب خلينا قول لي التاني اللي هو الازرق في ايه ده؟ ده اسمه لابس لازولي اللي بعديه. ده بيقوي حاجه اسمها الحدس، ده اللي هو احنا بنشاور عليه. ده تمام. اتفضل. ده بيقوي الحدس اللي هو البصيره والحكمه بتاعت الانسان. وبرضه بيقلل ضغط الدم، يعني اول ثلاث احجار دول بيستعملوا تقليل ضغط الدم. عامه الالوان اللي هي الغامقه من اول الازرق البنفسجي دي بتستعمل في الحاجات اللي بتقلل ضغط الدم. الالوان اللي هي المايل الاحمر اصفر برتقاني، دي الحاجات بتستعمل لحد عنده ضغط دم واطي عايز يعليه. نعم. بس ده بالنسبه للابس. في محمد انا معلش نرجع تاني، اول حجر كان اسمه ايه؟ اماتست. جمشت بالعربي. التاني اللابس لازولي. التالت اللي هو برضه الغامق سودو لايت. اوكي، ليه علاقه باللايت؟ يعني اللايت دي كلمه لا ليها سودو علاقه لايت. مش سودو لايت. سودو لايت على طول، هما ورا بعض. سودو لايت. اوكي. ده بيساعد جدا على اللباقه في الكلام والثقه بالنفس، ده سودو لايت. سودو لايت. اوكي. وكمان بيستعمل الناس اللي عندهم سمنه مقرطه، بتساعد جدا على حرق الدهون. اوكي. الحجر اللي بعديه روز كوارتز اللي هو الابيض. هو لونه وردي بس هو مش باين قوي في كويس. ده بيستعمل لزياده احساس الحب والسلام الداخلي جوه الانسان.
بيساعد على ان الواحد يتخلص من الطاقه السلبيه اللي جواه. جميل جدا في الحته دي يعني بيتخلص من الطاقه السلبيه اللي هو الابيض اللي بعد الازرق. تمام تمام. اللي بعديه ده سترين. ده بيستعمل ده اللي هو زي بتقول اسمه ايه تاني معلش؟ روز كوارتز. حلو قوي. الروز كوارتز ليه انواع. ده روز بقى كوارتز. ده الروز. تمام. واللي بعد كده اللي احنا بنتكلم عنه ده سترين. وبالمناسبه السترين هو الاماثيست ده بس اتسخن تحت الارض. بيتسخن تحت الارض وهو موجود في الارض مكانه اتسخن بطرق طبيعيه يعني حراره الارض والشمس. اتسخن بقى لونه اصفر. اللون البنفسجي ده اتحول بقى لونه اصفر. اوكي. في حاجه تانية غير السترين ده يعني السترين نوعين. في سترين تاني مش نفس ده. سترين تاني نادر يعني شويه حضرتك تجيبه. اوكي. اللي بعده ده حجر كارنيليان اللي هو القبل الاخير. العيل الاصفر اللي هو لونه اصفر او برتقالي. تمام. ده اللي بيزود الابداع. بيزود الابداع. الابداع وتخلص من الطاقه السلبيه والاحساس بالامان. حلو قوي. تمام. الاحمر الاخير اللي بعديه جاسبر برضه بيستعمل للاحساس بالامان. واللي حد عنده ضغط واطي ده بيعلي الضغط يظبط الضغط يعني. اتمان الاحجار دي ايه بقى؟ يعني انا لما انا احب ان انا احط خاتم كده زي ما انا بشوف ناس كتير قوي بتحط خاتم كده ويبقى فيه حجر. اوكي. يعني بتختلف الاتمان دي يعني في حاجات زي ما قلت لحضرتك في الاول في حاجات من اول جنيه لغايه مليون جنيه يعني مفيش رينج معين. بس طب هو اللي ب 2 جنيه ويعني فرق ايه ما بينه وما بين اللي بمليون جنيه بقى؟ الندره بس ان هو نادر. لو حاجه نادره موجوده في الطبيعه قليل بتبقى طبعا اغلى. بس ده مش معناه ان هي اوحش في الطاقه خالص. طيب. يعني عايز اقول للناس برضو ان في حاجه في اللي هو الزلط اللي في الشارع. ده بيستعمل في الطاقه. الزلط اللي احنا بنلاقيه في الشارع ده اللي لونه اصفر. ده بيستعمل ممكن يتخلص من الطاقه السلبيه اللي في البيت. الناس تحطه مثلا في الاركان. تحطه حواليهم وهو بيعملوا مديتيشن او التامل. نوع من انواع اليوجا ده. اوكي. فجميله يعني جدا الحاجات دي. محمد لو انا اخذت قطعه من الحجر ده او قطعه من الحجر ده ولبست الاثنين وده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه هل بتبقى في مشكله في تداخل الطاقه بتاعت الاحجار؟ في بعض الاحيان ممكن لو هما الاثنين شبه بعض شويه في الصفات ممكن يخلوا الواحد الصفه دي تزيد جواه مثلا او تبقى اوفر اكتيف يعني تبقى تبوظ حاجه تعمل خلل. فيفضل يعني الواحد يلجا لحد بتاع معالج بالاحجار عشان يقول له يلبس ايه مع ايه لان مش اي حاجه تلبس مع اي حاجه. تمام. محمد الى اي مدى الناس في مصر حب هذا الموضوع او عندها فكره عن هذا الموضوع؟ هو بصراحه مش قوي يعني الناس مش مهتمه قوي بحته الاحجار في مصر قد بره. بره مهتمين. بره فين مثلا قول لي؟ كل البلاد. كل اوروبا مثلا قصدك؟ اوروبا وامريكا. مهتمين جدا بالاحجار يعني. أوكي. مشهوره والمعالجين بطاقه اكتر بكتير من هنا. والكتب بتاعتهم الاجنبيه موجوده كتير متوفره على النت. الفيديوهات. تمام. كفايه بس واحد يكتب كريستال هيلينج او العلاج بالاحجار. ايوه. هيلاقيها موجوده في النت كله. طب محمد انا شايف على الشاشه دلوقتي ده زي حاجه زي عقد او انسيال حاجه يعني صح كده ولا انا غلطان؟ ده حاجه تتحط في الريست؟ ده حجر هيماتايت. هيماتايت بتتحط على الريست مش مش للرقبه يعني؟ لا الريست. حلو. الحاجات اللي انا بس. طيب انت يعني هنا مثلا الموضوع عباره عن عدد كبير من الحجر. هل ده بيخلي الطاقه ازيد؟ هل مزبوط. ده بيخلي الموضوع اسرع عن ان انا ابقى لابس خاتم وهو حجر واحد؟ مظبوط. كل ما العدد يزيد كل ما الطاقه تبقى اعلى وبياخد هاله اكبر من الجسم او مساحه اكبر من الجسم. قول لي اخر سؤال بعد اذنك. الناس اللي يجوا لك لحد دلوقتي وانت بتحاول او بتساعد بالاحجار الكريمه انك انت تعالجهم، ايه انواع الناس وايه هي الحالات اللي جات لك؟ هي غالبا معظم الناس بيبقى مثلا حد عنده اكتئاب، الحاجات النفسيه، معظم الناس اللي بتكلمني بيبقى حاجات نفسيه. الاكتئاب، عدم الثقه بالنفس، الحاجات دي. اوكي. بعد كده بيلاقيها مثلا امراض زي السكر والحاجات دي، بالمناسبه في حاجه ما قلتهاش، حجر السترين. امسكوا معلش انهي واحد؟ السترين ده. ده بيظبط السكر في الدم. بيظبط السكر في الدم. طبعا مفيش اي حاجه من دي علاج تام يعني كل الحاجات دي ادوات مساعده. تمام. ما نقدرش نقول ان هي حاجه بتشفي تماما. دي مساعده مع الحاجات الطبيه. اوكي. استاذ محمد اسماعيل حسين معالج بالطاقه والاحجار الكريمه نورتنا الحبتين دول. وانا هاخدك بقى بره تقول لي ايه الحجر اللي انا ممكن يشفي ده بسرعه يعني من موضوع العظم ده. تمام. ميرسي يا محمد ونورتنا يا حبيبي. شكرا. فاصل وراجعين حالا.